الدوله الغربيه مناظره شفنا يعني واحد الاداء فعلي هجومي كبير بالنسبه للشوط الاول ترجمت الاربعه اهداف متابعه لكن شفنا نوعا ما واحد التهاون في ترجمه تلك الفرص الى اهداف الشوط الثاني وكان ممكن تكون غله افضل بعيدا عن امكانيه الفرق ديال المهارات اللي شفنا تحكت بشكل كبير كيف يمكن التعامل مع الفاعليه الهجوميه في قادم المواجهات. فعلا أنا متفق معك الشوط الثاني كان بالإمكان توسيع الفارق في الأهداف ولكن في آخر المطاف الأمر يتعلق بالدقة في داخل مربع العمليات وأيضا من الناحية البدنية كان بالإمكان أن يكون الفريق أفضل ونحن الآن نشتغل من أجل خلق أكبر عدد ممكن من فرص التسجيل. الفريق تمكن من خلق فرص سانحة كثيرة إذا نشتغل على الكرات الثابتة الزوايا أيضا ولكن كان هناك أيضا لحظات فيها شيء من قلة التركيز ولكن نحن سنواصل تحسين الأداء البدني حتى نكون أكثر دقة. أولا مبروك سؤالي هو منتظر في إسراء المنتخب المغربي الماضي كنت تحتفظ بنفس التشكيل تقريبا من اللعبات المشاركه بالاضافه الى لعبات الجيش الملكي الم تقتنع بعد بالمستوى الذي تقدمه لعبات البطوله الوطنيه الاخريات رغم تراجع مستوى بعض لعبات الجيش الملكي. شكرا. حسنا في آخر المطاف نحن نشتغل بشكل يومي نتابع أداء كل الأندية الوطنية هناك أيضا تربصات محلية وتأتي لاعبات من أندية مختلفة هناك عدة أندية ممثلة في المنتخب الوطني ولكن في هذه المرة اخترنا لاعبة من الوداد الرياضي ولاعبات من أندية أخرى وأنا لست متفقا بخصوص تراجع مستوى لاعبات الجيش الملكي فإذا كانت اللاعبات لاعبات الجيش الملكي حاضرات معنا فلأنهن يستحقن الحضور مع المنتخب الوطني ونحن نتابع عن قرب البطولة الوطنية ونتابع أيضا في الوقت ذاته أداء المحترفات المغربيات في الخارج عندنا لائحة موسعة من اللاعبات ونحن نعلم بأن هناك لاعبات جاهزات للمشاركة بشكل مباشر مع المنتخب الوطني هناك تفاصيل صغيرة نشتغل عليها ولكل مباراة ظروفها ونشتغل على كل المباريات.